اليوم معنا أولى يعني نبدي بضيوفنا مع سيدة عراقية، هي هند القطان، تعيش بأمريكا من عام يعني 30 عام. هي مصممة مجوهرات وصاحبة شركة مجوهرات ألماس وأحجار كريمة قطان جولري ديزاين. من أب وأم عراقيين من البصرة، هاجرت إلى أمريكا عام 1992 وهي خريجة علوم الفيزياء. هي أعلنت عن محبتها وعن فرحها بفوز الفريق العراقي من خلال فيديو وعن مبادرتها. ستنضم معنا بعد قليل بعد هذا الفيديو من أمريكا وتحديدا من كاليفورنيا. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. بليز 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 الله يخليكم. هند قطان مصممة مجوهرات عراقية خليجية، أريد أوصل صوتي، أريد أسوي هذا شو يسمونه المجنح، النصف المجنح كهدية عيار 21 لكل لاعب عراقي، وعلى رأسهم الكوتش اللي هو شنو الكوتش المدرب. أوكي، راح أحفر اسم او حرف الاول من كل اسم اللاعب. وصلوا صوتي الله يرضى عليكم. هذا عبارة عن عيار 21 مع المينا، شغل وتصنيع ايادي عراقية. اوكي، وراح يكون كبين يعني كدمبوس يلبس على القاب او يلبس على الرباط. يكون لي الشرف، يكون لي أكبر وسام شرف إنه هذا الوسام ينحط على لواعدنا العراقيين. ما تعرفون جد أنا سعيدة. عيار 21 تقريبا بمثقال بشرفي، مو دعاية، بوجداني داعة العراق نفسه. أنا بس من فرحتي مجنونة ومنهارة، أريد أقدم شيء، أبسط شيء أبسط شيء لواعدنا. أشكركم من كل قلبي. هدية، شوفوا هذا هو راح يكون هذا شكله، وأنا أتمنى أنه توصل مسج. واصلونا واصلونا على الإنستغرام، ابعثونا مسجاتكم، وصلوني بإيد لواعيبي حبايبي. أريد أني يكون بصمتي على صدورهم. هو نسر ولازم يكون ذهب، هو ذهب هو نسر. بليز وصلوا صوتي لكل واعيبنا العراقيين. بليز نرحب بسيدة هند قطان. يا أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بكم حبيبتي. طبعا أنا سمعت نفسي وشوية دمعت، يا كانت مشاعر صادقة يعني، ووصلت يعني وصلت لكل الناس. أرحب بيك ووصل صوتك إنه بس بالبداية قبل ما نروح نحكي عن المبادرة ست هند، أريد أعرف شلون استقبلتوا الخبر، شلون احتفلتوا يعني بهستيريا بجنون يعني ما كنا طبيعيين. يعني أنا عن نفسي عندي فيديوهات لما شفتها قلت يعني أنا وين كان عقلي. يعني إذا أقول لك بالمحل عندي يجوني زباين الموسيقى عالية وأصيح، بالليل مطرت عندنا الدنيا قوي قوي قوي، الجالية كلها طلعت وإحنا يعني we soaked in water يعني يعني هيك يعني شعرنا على جسمنا كله بتل، ولا أحد هم، رافعين أعلامنا ونصيح من كل قلبنا بالشوارع. ما أعرف شنو القصة هي، يعني هي قصة حب وطن، القصة هي قصة حب وطن، هذا الانتماء. يعني احنا غطينا على يعني كان عندنا بث مباشر وكل تغطيات الشرقية، نقلنا كل افراح العراقيين داخل العراق وخارجها، لكن حبينا من شفنا الفيديو مالتش وحبينا انه نوصل لك ونتكلم ايضا، نسلط الضوء على فرحة المغتربين العراقيين اللي ايضا فيديوهاتهم تم تداولها بشكل واسع، وشون خرجوا للشوارع بشكل عفوي. فهو هذا حب الوطن. وبعض الفيديوهات كانت لشباب عمرهم ما شايفين العراق، اصلا والدين بالخارج، ولكن الدموع والكلام كان يعني ابلغ من اي وصف لمشاعرهم. صحيح. طيب نحكي عن المبادرة. ابني وبنتي واحد من هذول الأطفال اللي ولدوا في أمريكا ونفس الشعور،
وردة فعلهم يعني بالضبط تشبه ردة فعل أمهم. طيب نحكي عن المبادرة، أنت تريدين يعني بما أنتم مصممة مجوهرات ألماز وأحجار كريمة، حبيتي أن تعبرين عن فرحتك وامتنانك لهذا الفريق والفرحة الكبيرة أنه تهدي لهم. نحكي عن المبادرة، كانت وليدة اللحظة أول ما سمعتي الخبر لو بعد يوم من استوعبتي الفرحة؟ لا كانت نفس اللحظات يعني. طبعا أنا كنت أوكي كنت بالبيت أتفرج المباراة. نعم. قربنا خلص التوقيتين، طهم اللي هم 15 دقيقة، كان عندي موعد كلش مهم. نعم. وكنت يعني متأجل أكثر من مرة، سو ما كنت أقدر أأجل بعد، سو اضطريت أقول لابني حط لي المباراة على تليفوني. دا أسوق وعين وإذان على التليفون، وهمين عين وإذان ثانية على مود أسوق على الطريق. دا أسوق للمكان اللي لازم أوصل له. وصلت المباراة ما خلصت. أنا دا أسوي طبعا الموعد مالتي، إذا يعني اختصرته إذا أقول لك يعني ممكن 3 دقائق، وهو يعني موضوع كلش مهم. نعم. او بالاحرى مو اختصرته، خصمته خلينا نقول، يو نو. الله يسلمك. ما اهتميت النتيجة يعني، ما اهتميت. زين، بالك مشغول يعني. بالي مشغول تماما. نعم. رجعت على سيارتي، وطبعا لازم اسوق، ودخلت يعني محل عندي، وعندي مكتب. دخلت وبين ما دا هيئ نفسي اريد يعني احط الـ يعني اشوفه على السكرين مالتي الكبيره، بهاللحظات يعني انه اللي فهمته انه فاز العراق. واني بالمحل وبمكتبي. نعم. وشويه يعني ما حد وياي، سو اخذت راحتي جدا يعني صيحت بكيفي، عيطت بكيفي، دمست بكيفي يعني. صراحه يعني اللي شفتوه بالفيديو انا كنت كلش لازم يعني. انت ما شفتي هدف الفوز، انت راسا يعني تقريبا يعني راسا النتيجه يعني ما متاكده هيك شيء. شفته ما شفته يعني العياطات او مناعات او شو يسموها المعلق يعني. نعم. خلت الواحد يفقد يعني. وصار الفيديو اللي شفناه قبل شويه كان هذا نفس اللحظه. بعدها تقريبا مو بسرعه. بعدها خل اقول لك شنو يعني، انا ما كنت محضره نهائيا. اذا اقول لك يعني بهاي الثانية اللي أنا طلعت بها على الفيديو هي هاي الدقيقة، بس خلي أقول لك شنو قصة هذا الـ يعني الياموت عليه الديزاين. أنا مخليته قدامي دائما يعني، عندي إياه من زمان وما عندي فكرة إلا نهائيا. ودائما يعني أنا من خلال يعني عملي أقول يا إلهي أنا يمتى أخلق في شيء من شغلي يعني لبلدي. زين شلون انا اشتغل مجوهرات واشتغل الماس وما كان عندي يعني مخطط او فكره او يعني اني شيء ماكو. نعم. سو لما يعني اذا اقول لك يعني هيك يعني خليط من المشاعر. سو انا هيك فرحانه، وهذه انا هو هذا معلقته قدامي يعني. على على اللابتوب مالتي، مو اللابتوب، الاخر سكرين مالتي. نعم. سو بهاللحظه بهالثواني انا اجت عيني عليه، سمعت الفكره رأسا يعني، رأسا بثواني اجت عيني، جريته وبنتي وابني وياي. صبروني هيك ماكو، كنت يعني شفت يعني مرتبكه كنت، لا محضره كلام، لا اعرف شنو اريد اقول. خلاص يعني بهاللحظه انا رأسا يمكن اريد اسوي للشعب العراقي كله، مو بس سو يعني it is spontaneous يعني، شلون ما يقولون يعني بنفس الدقيقه. انا ما محضره نفسي كمان. طيب شنو الشيء الخاص بهذا التصميم؟ انت قلت لي انه راح تسوين اضافات، فخلي نحكي عنه. ومشنو هل هو قلت من عيار 21؟ نعم. راح تضيفي له اشياء، خلينا نحكي عنه وبعدين. نعم. نكمل. تفضل. على مود يكون مميز لكل لاعب. نعم. راح نحفر حرف الاول من اسمهم والحرف الاخير. نعم. اوكي يعني لاست نيم همينه. بالنسبه لكل لاعب تعرفين عندهم رقمهم اللي مثل كريستيانو رونالدو. نعم. رقم يعني ارقامهم مميزه. سو الرقم راح يعني من هنا بيندينج يعني
يعني خلينا نقول يدندل اوكي وراح يكون الرقم خلينا نقول ما يكون الرقم راح احط له الماس. طبعا اجت ببالي افكار هوايه لانه انا ما محضره نفسي سو اجت ببالي افكار هوايه انه شلون اسوي احلى شلون اسوي اجمل شلون اسوي مميز شلون اسوي خصوصي يعني بيرسونلايز للاعب نفسه اوكي اذا احفر اسمه وهذه حيكون لي ورا زين شلون يبين الاولاده وبعد يعني خلينا نقول جينيريشنز شلون ذكرى نعم شلون يبقى ذكرى سو يجوز يعني يقرون الحرف او الاسم او ما يقرونه سو اجى خطر ببالي انه من هنا ويعني راح يكون يتحرك او ملتصق به انه حيكون وراح يكون فعلا يعني كله الماس. طبعا اريد اعتذر للعالم كلها انه الكل صححني انه هو مو نسر هو طير العقاب وانه له مميزات خاصه انه ياكل الا فريسته هو ما ياكل فريسه ما يتخن ما قبل هو اعلى طيور ما يعلى اعلى من عنده سو بعد ما صححوني الناس فهمت هو ليش مهم بالنسبه لي بعد حين حين اعتز بي احس بي شموخ احس بي كثير كاركترز يعني طبعا تم اعتماده اكيد ل لاشياء كثيره مو اكيد يعني رمزيه هو طيب اذا اذا ما راح يكون بهذا الشكل راح يكون هناك يعني مقترح انه رقم اللاعب على رقم اللاعب وايضا ممكن يكون حرف او اسمه وممكن والماس تكون الماس نعم عين الصقر في الوقت الحالي هي السوداء راح اخليها على الشكل احمر باحجار الروبي احاول انثر احجار ثانيه نعم اذا هذا هو التصميم الحالي ممكن بعدين تضيفين اشياء الله اعلم تخطر ببالك افكار يس خلي يعني ما عندي صور نهائيه له بس اكيد راح يتطور هوايه 100% على ما يوصل لهم حيكون جدا مميز وراح يفتخرون بي واني كل اللي فخر انه اصنع لهم طيب احنا راح نكون حلقه الوصل بينك وبين الفريق مثل ما انت طلبتي انه الشرقيه والظهيره انه راح نكون نوصلها للفريق انه يتصل هديتها الغاليه للفريق هو يستحق طبعا فا اوكي احنا نوعدك انه راح نقوم بهذه المهمه حتى تتاكدين من وصوله يعني جدا سعيده ويعني ما اقول لك هملت شغلي وانما صار هدفي بصراحه وصار I'm concentrated and focusing on it. كنت دائما باج فكرة إنه شلون تقدمين شيء للعراق وجدت الفرصة والحمد لله تحققت وتحققت. يعني أقول شنو أسوي قلادة شنو أسوي يعني it cannot be any better بصراحة يعني مذهلة لأنه شلون أتصور من تفكيري المستمر يعني الرب يعني شاء أن يكون هو هذا الشيء وشيء أنت تحبيه ومثل ما هي لابسته وخالته سبحان الله المهم إن شاء الله يوصل يعني إيش قد وقت يراد؟ أنا تقريباً يطلب من عندي شهر إلى شهر ونص على ما أخلصهم كلهم نعم إذن من يخلصون نتواصل في حينها وان شاء الله توصل لفريقنا البطل يستحق كل خير ويستحق كل تقدير وطيب انت حضرتي خريجه علوم فيزياء وش وقت بديتي بتصميم المجوهرات من رحت لامريكا يعني هي مجرد صدفه لانه اول ما وصلت تعرفين ما تكونين عندك يعني الدوكيومنتس اللي تجيك بالبلد اللي هي كجرين كارد او شيء وبحكم تخصصي ام ليميتد يعني ما عندي هوايه اوبشنز سو اللي صار انه من ردت اشي بتخصصي قالوا يا اما درسين وتحتاج تكونين بروفيسورة يعني عندك بالقليل بي اتش دي وما كانت تسمح لي ظروفي انه ادرس انه تشتغلين في وكاله ناسا طبعا شيء رائع يو نو بس المشكله وكاله ناسا اهم يعني شروطها انه يكون عندك اوراق يكون عندك ريزيدنسي او يكون عندك سيتيزنشيب وهذا او يعني بطاقه مواطنه نعم سو احتاجيت عمل بشكل يعني تعرفين كمغتربين يعني يونس فايف يعني تريدين بس تعيشين نعم صحيح
بصراحة يعني كل إنسان أول ما يطلع من بلده أول شيء هو العمل، يعني إنه تريدين شغل. مؤهلاتك شو تكون؟ يعني أهم شيء يكون عندك لغة قوية، يكون عندك أوراق ودوكيومنتريز، كلها ما تكون متوفرة كبداية، شو تضطرين تاخذين أي عمل. يعني سبحان الله يعني اتقفلت كل الأبواب، يعني ماكو نهائيا أي فرصة عمل أبد أبد أبد. يعني إلى أبسطها ما كان بوقتها، يعني ما كانت صعبة. بعدين بطريق الصدفة شفت صديقة إلي اللي هي من أيام مدرستي بالكويت، وهي همين هاجرت إلى أمريكا بسبب ظروف الحرب، وأني هاجرت وما نعرف ببعض والتقينا. يعني استنجدتها، قلت لها يعني أنت سابقتني ساعديني بالعمل. قالت أني أشتغل لشركة ألماز وراح أشوف البوس مالي أسئله إذا ينطيك فرصة عمل. قلت لها أني شنو أقدر أسوي لكم أنتم شركة ألماز؟ I can do anything يعني. قلت لي لا، يمكن يعني يخلوك سكرتيرة أو يخلوك يعني تسوي شغل إدارية. نعم، شغل إدارية. سو رتبت لي يعني انه اشوف مقابله مع البوس مالتها، موعد عمل ومقابله، ورتبتها ورحت للمقابله. طبعا ذهلت انه اكو هيك شيء بالدنيا، انه مركز تجاري الماس عالمي بالعالم، بلوس انجلوس تقريبا ونيويورك هم اضخم واكبر مركزين تجاريين الماس بالعالم. طبعا حتى وجودي بهيك مركز كان يعني overwhelming، يعني كان too much. مرحبين. نعم. So هذا كله خلاني إنه مرتبكة، وخلاني إنه ما عندي enough ثقة إنه يقبلوني أو لا. So بالمقابلة من خلال الأسئلة مرتبكة، أنا مرتبكة ولا جواب طلع مرتب مثل ما نقول. المهم أنا عبيت استمارة عمل. قال لي رئيس العمل، قال لي إحنا راح نفكر بالموضوع، هم عبارة عن إخوة اثنين partners يعني شركاء. راح نفكر بالموضوع. أنا بقلبي أقول ليش يقبلوني، ليش يأخذوني، ما عندي شيء نطيب يعني هيك بداخلي. قال إحنا هنفكر بالموضوع ونعطيك خبر. تركت المكتب مالهم وأنا متأكدة إنه ما عندي فرصة يمهم نهائيا. رأسا هيك يعني بصراحة بكيت، because جدا انه اريد عمل. قالت صرتي تبكيني، انا شركاتي هوايه، خلي نروح نشوف لك مكان ثاني. اجاك بعدين الخبر؟ وراها طلعت منهم، اني ما اعرف اذا الوقت يسمح لنا او لا. طلعت منهم شفت معرض كلش كبير مع الالماس، شفت امراه يمكن حسيت برياحه اني احكي وياها. قلت لها do you want to hire anybody for help and stuff. هي حست عندي لكنه عربيه، قالت انت بتحكي عربي؟ قلت ايه بحكي عربي، انا شويه احكي في اللهجات. المهم مهم بسرعة كان يقول لي تحبين تبلشين اليوم؟ أنا يعني صدمت. من ضمن كلماتي البسيطة قلت لها I'll do anything، يعني even cleaning. سؤال من قال لها cleaning؟ شفت تريدين أي وظيفة يعني، بس إنه تمشي جيش الفترة. طيب متقصدة إنه أسوي cleaning. عينتني رأسا يعني immediately. أنا طبعا ما اشتغلت بسرعة، بس جيتها ثاني يوم. يعني قصة مو حلوة إذا أريد أقول لكم. لا المهم إنه أنت حصلتي، أنت بديتي مشوارك بعدين بعد كم سنة بالتصميم؟ بس أختصر لك الموضوع. شو هي عينتني مدة 3 أيام، وكان فقط للتنظيف. يعني ترتيب المكتب وشيء. كان تنظيف تنظيف. أوكي تنظيف. تنظيف التواليتات، من ضمنها مسح البلاط، من ضمنها تنظيف الجامعات. نعم. المهم بعد 3 أيام أخابر رئيس الشركة الأولانية المقابلة اللي قابلتها، وقال إحنا we would love to give you an opportunity، يعني فرصة عمل، وتعالي اشتغلي عندنا. اشتغلت عندهم ومدة 3 سنوات ووراها يعني الحمد لله وصلت اليوم انه انت مصممة. اكو صورة حلوة لهاي الشابة. منو هاي الشابة؟ لابسة المجوهرات. هذه بنتي. بنتي هي الموديل مالت الشركة مالتي، اسمها مايا. تستحقين كل خير، ويعني إضافة إلى مبادرتك الجميلة قصتك بها كثير من
من الالهام للناس انه ابد نيفر جيف اب، يعني انه واحد ما يستسلم. واذا دائما دائما احنا شو نقول، بكل تجربه نخوضها نكتشف اشياء احنا ما مكتشفيها قبل. صح الظروف صعبه، بس بالظروف الصعبه يبين الانسان. جزيل الشكر لك، واحنا بانتظار بعد شهر يكون بيناتنا تواصل، وان شاء الله تكون كلها جاهزه الهدايا ونوصلها لفريقنا البطل. جزيل الشكر ست هند قطان. شكرا حبيبتي، شكرا للشرقيه، اشكركم هواي، شكرا.